موسى، المشهد الاتحادي كيف قدر يتحول هذا الفريق اللي كانت أخطاءه كثيرة على الصعيد الدفاعي والهجومي إلى فريق متماسك عنده حصانة دفاعية وهجوم قوي لدرجة أنه يسجل أعلى نتيجة في المواجهات المباشرة مع الشباب؟ شوف، ما الهجوم القوي ما حنقيس على مباراة الشباب. مباراة الشباب يعني راح أكثر من ثلثين المباراة والنتيجة 2-1، ما كان فيها فرق كبير. بعدين حصل الطرد وحصل انهيار. ما ودي إنه الاتحاديين يعني ينغشون بالنتيجة الكبيرة. لا زال في تطور في الهجوم، لكن ما هو التطور اللي يجيب نتيجة خمسة على الشباب. التطور كان على الجانب الدفاعي، وهو الأمر المهم اللي حكينا فيه كثير. رغم إن الهدف كان خطأ وجاء من عمق الدفاع اللي جاب الاتحاد، وهذه مشكلة كبيرة لازم تحل. لكن في تطور خصوصا في عمق الملعب. ثلاث المحاور اللي وضعهم المدرب من المباريات الماضيه، يعني الثلاث مباريات الاخيره الاتحاد قدم مستوى جيد دفاعيا بسبب هالموضوع، بالاضافه الى الحارس صراحه حارس ممتاز جدا واضاف كثير للاتحاد، وانا تحدثت عنه سابقا، واعتقد اني ارى انه الحارس الافضل الان في الملاعب السعوديه كمستوى حالي، ما هو كمستوى خلال الموسم، لانه الحارس للتو يعني انضم للفريق. فهو نقطة التطور الدفاعي واللي غطت على المشاكل الدفاعية في الاتحاد كانت النقطة الأهم. نتمنى انهم يستمرون عليها، لأنه إمكانات اللعيبة ما هي الإمكانات العالية اللي هي رفعت مستوى الدفاع. لا، المنظومة بشكل كامل ارتفعت. أي تقصير من أي عضو في المنظومة ممكن ترجع المشاكل لا سمح الله زي السابق. هذا الفوز اللي كان أمام الشباب فوز مهم في وقت مهم، يجب البناء عليه بعقلانية. المباراة الجاية مباراة الحزم، مباراة جدا مهمة للاتحاد. الحزم فرق بسيط في النقاط بينهم، لازم الاتحاد يؤكد هذا المستوى بفوز على الحزم. إذا عملها الاتحاد أنا أعتقد أن الاتحاد قطع شوط كبير في الرجعة، وهذا شيء مهم. مباراة الحزم جدا مهمة، لازم تكاتف الجميع، لازم الوقوف مع المدرب. ووجهة نظري اللي قلته سابقا أنا أعيد أكرر، الأهم من الاتحاد ما يخسر في الفترة هذه. الأهم من الاتحاد ما يخسر، والفوز حيجي بس لا يخسر. على طاري المواجهة القادمة أمام الحزم، الاتحاد في شهر مارس